الرحمن الرحيم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لازلنا متواصلين، واشكر زميلي راشد بن علي الزعري على الزرعي على تعليقه الممتاز. بينما هنا شوط جديد وهو الشوط الخامس او الشوط السادس المخصص لفئه البكار. عفوا مشاهدينا الاعزاء، هو الشوط الخامس المخصص لفئة البكار. ننطلق ونبتدي مع البداية مباشرة مع المركز الأول، هنالك الشاهنية للسيد حمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري، هو من انطلق واندفع بأول المراكز مع الشاهنية. بينما ننتقل مشاهدينا الاعزاء إلى ثاني المراكز، هنالك مزعجة عبد على ما أعتقد لعبد الله بن سالم البخيت المري في ثاني، عفوا هذه راهية للسيد علي بن سند المهندي في ثاني المراكز. بينما ننتقل مشاهدينا الاعزاء الى ثالث المراكز، هنالك شعار السيد فهد بن جر الله المكسور المري مع براقه في ثالث المراكز. بينما مشاهدينا الاعزاء نعود بحضراتكم الى مقدمه الشوط، هنالك الشاهنيه، انطلقت الشاهنيه المملوكه لحمد بن سالم بن مبارك من جهويل المري، والاستهان بامر الشاهنيه وكذلك الاستهان بشعار الشاهنيه. اذا بن جهويل هو صاحب نقطه او نقطتين في هذا المساء. بينما المركز الثاني هنالك وصل السيد فهد بن جار الله بن سالم المكسور وغير مجريات الامور واحتل المركز الاول مع براقه. يا سلام الله يا المكسور، انطلق المكسور يحافظ يا المكسور على اداء براقه من انطلقت واندفعت باول المراكز. بينما المركز الثاني بعيد كل البعد، ولكن ارى من على بعد هنالك راهيه علي بن سند المهندس، ولكن خلوني مع براقه في مقدمه الشوط في المركز الاول. يا سلام الله ابتعدت براقه، باعدت المسافه مع فهد بن جر الله بن سالم المكسور. يا سلام، ولا خطوره على براقه، للمعلومه اندفاعه تلقائيه، اندفاعه ذاتيه، ولا يصدر اي اوامر، الحق على التوقيت يا المكسور. اذا من هذه اللحظة تهنينا والناموس من المتيمة الأخيرة إلى فهد بن جر الله المكسور، وكذلك إلى والده جر الله بن سالم المكسور من يتابع براقة في هذه اللحظات. سلام براقة، سلام فهد بن جر الله المكسور المري على حصول براقة ناموس هذا الشوط، لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء كان من نصيب، إذا المركز الثاني بعيد كل البعد، لحظات قليلة وسنوفيكم بإذاعته إن شاء الله. المركز الثاني هنالك الدوحة سعيد بن زايد الخيارين المري، المركز الثالث الراهية علي بن سند المهندي. التوقيت الزمني 3 دقائق و6 ثواني بالوفاء والتمام والكمال، هو توقيت براقة من حصلت على ناموس هذا الشوط. تهانينا للسيد زهد بن جر الله بن سالم المكسور.